المسلم لابد يتحلى بالأخلاق الإسلامية. يعني لا يمكن أن المسلم ينقل الكلام يقول فلان يقول في كذا أو كذا. لا غيبة ولا نميمة في الإسلام، لا يوجد عندنا نقل كلام في الإسلام. علينا أن نشتغل بأنفسنا. هذا ذكرني بشيء. هذا سمع. يأتي وينقل لي الكلام. هذه كبيرة من كبائر الذنوب في الإسلام. حتى لو تقول أشياء هي في أخيك لا يجوز. لو تقول هذا قصير، هذا أعرج، لا يجوز أن تذكر أخاك بما يكره. لأن بعض الناس لا يجد شيئا إلا نقل الكلام. يتكلم في هذا ويتكلم في هذا. ابحث عن عيوبك ولا تتكلم في أحد. الكلام إما لك أو عليك. فلا تتكلم إلا بالكلام الطيب.